المزيد حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي اليمني الاستاذ محمد الاحمدي. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. الامم المتحده تقول بان المجاعه في اليمن قد تطال 13 مليون ونصف تقريبا من الاشخاص المدنيين في اليمن. هذه الازمه مستمره منذ اكثر من عام. ماذا قدمت الامم المتحده وهي تحذر من الماساه منذ فتره؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة الوضع الإنساني في اليمن في غاية السوء ويتفاقم يوما بعد يوم بسبب استمرار ميليشيا الحوثيين في سلوكها الانقلابي وفي حربها الشاملة على المجتمع اليمني ومصادرة أبسط حقوقه الأساسية وحق بما في ذلك حقه في العيش وفي الحياة. الأشخاص الذين كما أشار التقرير ينجون من رصاص الميليشيا وقذائفها وألغامها يموتون بسبب الأوبئة المتفشية وبسبب المجاعة التي تضرب مناطق عديدة في اليمن. عندما انقلبت الميليشيا الحوثية في 21 سبتمبر 2014 على السلطة عمدت إلى مصادرة الميزانيات التشغيلية الخدمات الأساسية في البنك المركزي وقامت أيضا بمصادرة الاحتياطي النقدي في البنك، ومن ثم استخدمت كل هذه الإمكانيات والمقدرات لحربها على المجتمع اليمني. مثلما أشارت أرقام الأمم المتحدة هناك اتساع لرقعة البطالة والفقر، وبالتوازي أيضا مع زياد أعداد الأشخاص الذين يقعون ضحايا الأوبئة والأمراض المتفشية، وبالتالي الوضع الإنساني في غاية السوء. الملايين من اليمنيين اليوم لا يعرفون من أين سيأتون بالوجبة القادمة، وبعضهم يعانون جراء التشرد والنزوح هروبا من حرب الميليشيا الحوثية، ولا يجدون أيضا أماكن إيواء تلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ميليشيا الحوثيين أيضا عمدت إلى مصادرة رواتب موظفي الدولة، وبالتالي هؤلاء الموظفون الآن للسنة الثالثة أو الرابعة على التوالي من غير مرتب، بعضهم أمكنهم الحصول على فرص عمل لا تلبي أيضا الحد الأدنى من احتياجاته واحتياجات أسرته، وبعضهم بدون عمل، وبالتالي المأساة متفاقمة وتتسع يوما بعد يوم. هناك جهود لبعض المنظمات الإغاثية لكنها أيضا قاصرة، وهناك إشكالية أساسا في عمل المنظمات الإغاثية التي لا تزال عديد منها تعمل وفق شروط الميليشيا الحوثية وتعمل مكاتبها. هنا بالحديث عن الميليشيا الحوثي وتعاملها مع المنظمات، إلى أي مدى برأيك أو فعلا ميليشيا الحوثي تقوم بإيقاف ممارسة الأمم المتحدة والمنظمات للمهام الموكلة إليها بإنقاذ النازحين والمحاصرين من أهل اليمن؟ في الحقيقة أولا الميليشيا الحوثية تمارس التشديد وتضع العديد من العوائق أمام نشاط المنظمات الإغاثية التي لا تزال مكاتب بعض هذه المنظمات الأساسية تعمل في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وهي أحيانا تقوم بمقايضة المنظمات الإغاثية في توزيع المساعدات للحصول على الجزء الأكبر من هذه المساعدات وتسخيرها للأعمال العسكرية ولمقاتليها مقابل توزيع الفتات لأيضا الأشخاص الذين تسمح ميليشيا الحوثية بتوزيع المساعدات إليهم، بينما الآخرون والغالبية العظمى من المحتاجين وضحايا الحرب والنازحين لا يتلقون أي مساعدات. الآن الإشكالية أيضا أنه حتى في المناطق التي ينزح إليها الناس هربا من الرصاص الحوثيين ومن الحرب في مناطق سيطرة القوات الشرعية أيضا أو الحكومة الشرعية لا يتوفرون على أماكن إيواء مناسبة ولا يحظون بمساعدات أو مساعدات يعني لاحتياجاتهم الإنسانية المعيشية اليومية الضرورية، وبالتالي استمرار المعاناة واستمرار هذا النشاط الإغاثي القاصر لا في الحقيقة يعني سينتج عنه مضاعفات كبيرة. الأمم المتحدة بنفسها أقرت بفشلها أو إخفاقها في معركتها ضد الجوع في اليمن وضد المأساة الإنسانية في اليمن، وهذا يعني أنه لابد من أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء هذه المأساة المتفاقمة ويبحث في آليات محمد سريعة لإنهاء الحرب إلى أي مدى ترى بأن تأجيل تحرير ميناء الحديدة أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في اليمن؟ الميناء الحديدة في الحقيقة والمحافظة بشكل عام تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية منذ انقلابها على السلطة، وهذه المحافظة شهدت في فترات سابقة تفشيا واسعا للأوبئة وللأمراض، وضربتها المجاعة في أكثر من منطقة، وشهدنا صور الجوع
والأطفال الذين يعني يعانون من هزال شديد جراء سوء التغذية في الحديدة، كانت هي المحافظة الأولى التي عانت من المجاعة ومن قبضة الميليشيا الحوثية الإجرامية ومصادرتها لقوت الناس ولحقوقهم ولحقهم في الحياة والعيش الكريم. استمرار الوضع كما هو عليها بالتأكيد، هذه المحافظة واحدة من المحافظات التي تتمتع بكثافة سكانية كبيرة، المئات الآلاف نزحوا منها، ولكن لا يزال أيضا كثير من السكان عالقين في هذه المحافظة ويعانون جراء الحرب والألغام التي تضعها ميليشيا الحوثيين وتمنع أحيانا هروب هؤلاء السكان، بل وتتخذ منهم دروعا بشرية. نعم، منظمة اليوسف تقول بأن أكثر من مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد. لماذا نرى ميليشيا الحوثي تمنع الغذاء عن الأطفال اليمن؟ أليست هي من رفعت شعار الكرامة في اليمن؟ هذه الميليشيا أخي العزيز لا تتمتع بالحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والسياسية تجاه المجتمع، هي فقط تريد أن تحكم و تبقى في الحكم، وعمدت إلى مصادرة أقوات الناس وحقوقهم وتسخيرها لصالح عناصرها. هذه جماعة فاشية ونازية وعنصرية بدرجة أساسية، وتمنع الناس حتى لو تمكنت من حرمان الناس من الهواء والأكسجين يمكنها أن تفعل ذلك. فقط تريد أن تخضع الناس لسلطتها القهرية ولا تريد أن تمنحهم أبسط حقوقهم، وبالتالي هذه الجماعة لا تختلف عن أي جماعات وتنظيمات موغلة في الإرهاب. ولكن المؤسف هو سياسة التدليل التي تحظى بها هذه الميليشيا، وتحاول بعض الأطراف والقوى الإقليمية والدولية تطبيع وضعها الانقلابي وإرغام بقية القوى والمكونات في المجتمع اليمني والسكان أيضا وحتى الشرعية على القبول بهذه الميليشيا وهذه السياسة المتغطرسة والإجرامية. الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.